احنا بنتكلم عن ان كل المؤسسات كل واحد كان مسؤول خلال الفتره اللي فاتت في توعيه المواطنين باهميه المشاركه في العمليه الانتخابيه، ومنظمات المجتمع المدني كان لها دور كبير جدا هنتعرف عليه من الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه. دكتور طلعت صباح الخير يا فندم. يا دكتور طلعت اهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. يا اهلا بيك. في البدايه قبل ما نتكلم عن دور الجمعيات الاهليه خلال الفتره اللي فاتت، عايزين نتكلم عن متابعه حضرتك للمشهد الانتخابي منذ ساعات الصباح الاولى. والله منذ الساعات الاولى والجماهير كلها بتتدفق على اللي بيحصل في الانتخاب للادلاء باصواتهم، يعني مظهر فعلا حضاري، منظر مشرف جدا، عرس ديمقراطي حقيقي. انا موجود هنا منذ ساعه باكر في محافظة الغربية تحديدا في مركز قبلزيات. الجماهير كلها بتتدفق بشكل يعني غير مسبوق، زحام شديد على اللجان، وهي دي طبعا توقعاتنا، وده الشعب المصري دايما اللي بيظهر عند المواقف، وهي دي الرسالة اللي بتتقال والشعب بيقولها لقائده. يعني ده رد جميل للإنجازات الحقات، وأيضا يعني إن احنا بنبحثوا للمستقبل في تنميه، في استقرار، في امن. فطبعا احنا سعداء جدا 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 بهذا المشهد الكبير وهذا العرس الديمقراطي اللي احنا بنصدره للعالم كله. يعني يا ريت العالم كله قنوات الفضائيات تنقل هذه المظاهر الجميله وهذا المشهد الحضاري الى كل دول العالم، الى برلمانات العالم، الى حكومات العالم، يشوفوا مصر والامن والسلام في مصر، نشوف الديمقراطيه الحقيقيه. ان النهارده كل قاضي على كل صندوق انتخابي، يعني الحمد لله في نزاهه، في ديمقراطيه. فطبعا ده هيبقى يعني ده عرس جميل جدا، واحنا جدا سعداء بهذا المنظر الجميل وحريصين عليه تماما. احنا يا دكتور طلعت عشان نصل في النهايه الى هذه الصوره اللي حضرتك بتتكلم عنها، كان في مجهود كبير جدا الكل قام بيه الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت في توعيه الناس باهميه المشاركه في هذه الانتخابات. دور الجمعيات الاهليه كان ايه يا فندم؟ فاتنا من الاتحاد العام للجامعات الاهليه والتحالف الوطني العام الاهلي التنموي، احنا بقى لنا فتره طويله جدا بنجوب الجمهوريه كلها، يعني تقريبا ما سبناش اي محافظه من محافظات مصر. لفينا على الجامعات المصريه، على مراكز الشباب، على الانديه، على الجمعيات، على التجمعات. عقدنا لقاءات مفتوحه مع الجميع وشرحنا اهميه منصب رئيس الجمهوريه، وشرحنا ان ده حق دستوري وواجب وطني احنا كلنا حريصين عليه طبقا للماده 87 من الدستور، وردينا على كل الاسئله وعلى كل التساؤلات. وكان هناك طبعا يعني استجابه جميله جدا، يعني احنا فعلا بقى لنا يمكن اكثر من 3 شهور يمكن في كل المحافظات ما سيبناش اي تجمع، لبينا كل طلبات اللي المواطنين الاستجابه ليهم، الاستماع ليهم، بشرح البرنامج، بشرح الرساله، بشرح الدستور، كل الكلام ده عملناه وبشكل قوي جدا جدا، والحمد لله احنا دلوقتي بنحصد. استجابه الناس كانت عامله ازاي يا فندم وانتم بتتكلموا معاهم؟ والله دايما في ناس روح صغيره جدا، وطبعا الاحداث اللي مرت بها المنطقه العربيه كان لها تاثير بشكل كبير جدا. الناس فعلا برضه بدات تستحضر الخطر اللي بيهدد الدوله المصريه واهميه ان يكون هناك قائد حكيم، قائد قوي، قائد يستطيع يعني يتعامل مع القضايا بشكل احترافي. شرحنا الناس حكايه وطن، لان في بعض الناس كان ممكن بتنسى. شرحنا الناس كنا فين وبقينا فين. شرحنا الناس يشوف الدول اللي حوالينا عامله ازاي واحنا عاملين ازاي. احنا بنعمل على الاقل بالامن والامان، احنا رغم ان احنا عندنا 105 مليون مواطن مصري و9 مليون ضيف عندنا، ورغم الظروف الفظيعه اللي العالم كان بيمر بيها ولا زلت، ولكن لا زال في عندنا الامن والامان، عندنا استقرار، عندنا المشروعات التنمويه اللي بتتم وما كانش فيه في العالم، العالم كله يكون هناك مواجهه للتطرف والارهاب وفي نفس الوقت في تنميه. احنا ما تم انفاقه غصبا على مواجهه الارهاب اكثر من 540 850 مليار دولار، دي كان طبعا لو انفقت في البيئه الاساسيه كان استفيد بيها البلد. شرح الناس مبادره حياه كريمه، وان احنا طبعا ده يعني متعامل مع اكثر من 60 مليون مواطن مصري. كل دي هذه الانجازات الرائعه اللي الشعب الحمد لله مستشعر الموضوع وعايش في الموضوع وحريص انه هيشارك وهيشارك بقوه، وبيستلهم دايما 30/6 اللي خرج 33 مليون مواطن
بيقولوا لا للاخوان ولا للفاشيه ونعم للاخوان. وهو ده دايما يا دكتور طلعت اللي بنراهن عليه، الوعي، ان يكون ان يكون في وعي حضرتك. لا في وعي، وحتى انا بيجي لي الطبقات المتوسطه والطبقات البسيطه، الناس البسطاء مستشارين. والنهارده احنا في مسيره ضخمه جابت ارجاء المدينه، لان يعني كل الناس البسطاء ينضموا لينا المسيره، وكلهم بيهتفوا بمصر واستقرار مصر ورئيس مصر الرئيس عبد الحسيس. ان احنا فعلا بنقول له ما جه الوقت ان احنا نعمل ربط للجنيه. انت 10 سنين اديت وعانيت وتحملت ما لا يتحمله بشر، تحملت مسؤوليه كبيره جدا، كلنا مشفقين عليك من المجهود اللي انت بتعمله والمسؤوليه بتعمله، وانك استطعت انك انت تتعامل مع القضيه مش من منطلق عواطف ولكن من منطلق منطق وعقل، وكنت دائما قراراتك حكيمه وقراراتك صائبه ورأيتك قراراتك جريئه. كيف يعني موقفك الاخير من القضيه الفلسطينيه موقف يدرس هذا الرجل اللي هو منذ اللحظه الاولى وحتى اللحظه او حتى الان موقف ثابت، موقف واضح، لا لتهجير القسري من غزه الى سيناء، نعم للدولتين، صحيح، نعم لتقديم المساعدات الانسانيه الى شمال. وهو ما يشعر به كمان يا دكتور طلعت للشارع المصري، ودي كانت طلبات الشارع المصري. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. مرة تانية بنعود للمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد والمنسق العام لتيار الإصلاح.